يمكن زي ما تابعنا مع حضراتكم في كلمة السيد الرئيس عن البطل والشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض، تفصيلة بسيطة جدا في حياته، وبيخلينا نقول إن طبيعة الشخصية العظيمة دي وطبيعة الرجل العظيم ده وطبيعة استشهاده بتجبر أي حد إنه يدور على التفاصيل. وإحنا في التاسعة هنحاول ندور عن بعض تفاصيل حياة هذا الشهيد العظيم الفريق أول عبد المنعم رياض من خلال الدكتورة عزة الخولي ابنة شقيقة الفريق عبد المنعم رياض. دكتورة عزة، أهلا بك يا فندم معنا في التاسعة. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أكيد تابعتي معنا طبعا الندوة التثقيفية النهاردة وتكريم الشهداء وأسرهم، وعلى رأسهم طبعا يعني صاحب هذا اليوم الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض. كلمينا إزاي تابعتي الأول الندوة التثقيفية؟ أنا الحقيقة يعني شفتها مذاعة يعني وطبعا بس حابة أقول إنه كل 9 مارس إحنا كأسرة الشهيد عبد المنعم رياض بنسعد جدا إنه الدولة بتحتفل بذكراه وبذكرى يوم الشهيد اللي هو يمكن هو رمز، لكن هو يعني بيمثل كل الناس اللي ضحوا بأرواحهم وبحياتهم علشان الوطن، ودي في حد ذاتها يعني قيمة كبيرة جدا. وإحنا كأسرته بنبقى سعداء جدا لما بنشوف أفلام بتتعمل، بنشوف المسؤولين بيتكلموا عنه، ده شيء بيسعدنا جدا وبيذكرنا إنه هو وغيره ضحوا كتير قوي عشان نبقى إحنا موجودين في بلدنا النهاردة. السيد الرئيس قال كلمة يعني خاصة بشخصية الشهيد النهاردة، الشهيد عبد المنعم رياض، اللي هي الاستقامة والزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير لكل الناس، ويمكن دي كانت صفات الشهيد عبد المنعم رياض وأيضا مقدمات لأنه ينال هذا الفضل العظيم الشهادة. يعني مسألة الاستقامة والزهد في حياة الشهيد عبد المنعم رياض. تفضلي. يعني هو اقدر اقول ان هو كان انسان ملتزم للغايه. يعني طبعا الزهد في الدنيا ده كان امر اقدر اقول ما كانش له يعني خيار فيه او اختيار فيه، لانه هو كان مهموم ب ب ب بشان الوطن. وما كانش عنده الرفاهيه ان هو يعني يتمتع بحاجات كتيره جدا، لانه هو كان مهتم طبعا باعاده قبل كده بالحياه العسكريه وبعدين باعاده بناء الجيش وحرب الاستنزاف، فكان مهموم جدا بـ 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 بالوطن وما يحدث فيه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه كان هو رجل عسكري من الطراز الاول، فكان انسان ملتزم جدا في كل شيء، في العمل، في اهتمامه حتى بأسرته، مواعيد راحته، مواعيد أكله، كل حاجة كان فيها التزام شديد جدا، بحيث أنه يعني يمكن زي ما حضرتك ذكرت دي مقدمات أن هو يكون إنسان ناجح. نعم. الالتزام والالتزام ثم الالتزام ثم الالتزام. ده يمكن كمان من متابعتي وبحثنا عن تاريخ يعني هذه الشخصية العظيمة، يعني انتسب لكلية العلوم لدراسة الرياضيات البحتة، وانتسب بعد ما تم ترقيته لرتبة فريق لكلية التجارة لدراسة الاقتصاد كمان. ده حقيقي. لأنه هو تحديدا بالنسبة لدراسته في كلية التجارة هو كان بيرى أنه إن دولة تخوض حرب بدون دراسة اقتصادية أو بدون معرفة بعلم الاقتصاد يعني مش حاجة يعني لا تؤدي إلى نجاح. وهو كان إنسان يعني قارئ جيد جدا، وكان بيعرف لغات كتيرة، وكان بيحب إن هو يتعلم ويعرف كتير، فدي برضو من الصفات. يعني هو كان في 4 لغات: الإنجليزي، الفرنساوي، الألماني، والروسي كمان. أيوة. ده حقيقي فعلا. هو كان بيكلم طبعا اللغة الروسية كانت بتساعده جدا وقتها طبعا، لأنه علشان
يعني التعامل مع وكان الاتحاد بيسافر كتير السوفيتي في الفترة دي تحديدا كمان. لكن من احد المشاهد اللي لفتت انتباهي النهارده في الفيلم التسجيلي عن الشهيد الراحل عبد المنعم رياض، في ضريحه ان الطلبه اللي زاروه هم اللي كتبوا نشيد الوطني للقوات المسلحه على الضريح. الكلام ده مظبوط؟ والله انا يعني اخر مره كنت موجوده هناك ما كانش موجود، قد يكون. ودي لفته يعني رائعه ان هم يعني يمجدوه ويمجدوا الوطن في مدفنه، هو يعني هو مدفون في مدفن الأسرة. وإذا كانوا هم كتبوا هذا، أنا آخر مرة كنت هناك الحقيقة. يمكن يكون فيديو قديم، لكن حتى فيديو الجنازة والمواطنين الشعب المصري العظيم اللي جاء من كل مكان، وكان أيام حتى كمان يعني فكرة التواصل وإن الناس تيجي من كل مكان عشان تحضر جنازة، كان بطل ورمز للبطولة عند كل المصريين. ده حقيقي صحيح، لأنه كمان بالنسبة للشعب المصري أعتقد أنه يوم وفاته أو استشهاده في لحظة تاريخية مهمة جدا أثرت فيهم بقوة، لأنه استشهاد قائد الجيش بتاعهم بالضبط في لحظة تاريخية هامة بين بعد 67 وفترة إعادة بناء الجيش. وهو الحق يقال هو كان محبوب جدا في وسط الجنود، ولأنه كان إنسان بسيط وكان بيتبسط معاهم وبيروح كتير يشوفهم وبيسألهم عن مشاكلهم. يعني ما كانش شخص عنده كبر أو يعني هو نموذج يدرس لكل قائد في كل مكان، مش بس في القوات المسلحة. كل إنسان هيبذل هذا الجهد في طبيعة عمله بالتأكيد هتكون يعني نتيجة مشواره زي ما حصل مع الشهيد عبد المنعم رياض، انه نال الشهادة وسط جنود. وهنفضل كل سنة يا دكتور عزة هنفتكر في يوم الشهيد عبد المنعم رياض وبطولاته واللقطات الحصرية كمان اللي بنلاقيها النهاردة. شفنا البدلة اللي كانت استشهد فيها المخضبة بدمائه الطاهرة. انا بشكرك جدا دكتور عزة الخولي، ابنة شقيقة الفريق عبد المنعم رياض.